صرت هاكر ما هو زي بوبجي والله يا سهلة قبل دقيقة سهلة هيب. يا طيب تكفى تكفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف الحال وش الأخبار؟ عساكم طيبين، معكم مشربك الثلاثلاك اللي وراي هذه. في بالتعليقات اكتبوا لي ناس وأتوقع واجدين يقول ألعب لعبة فري فاير، ألعب لعبة فري فاير. لعب تراني أنا، فحسيت الأيم صعب شوي ويبغالها تمرس ويبغالها أشياء. الله يعطيكم العافية أولا على الدعم المقاطع اللي فاتت، وخلونا نشوف اللعبة مع بعض ونشوف وش فري فاير. أنا لعبت شوي يعني. فهذه لعبة فري فاير مثل ما تشوفون. طبعا أكيد أنكم تعرفون أن الشخصية هذه أحس أنها يعني زي شخصية البوتات اللي ببجي أول ما تراسبن أو أول ما يعطونك إياها. يلا مشينا والله ما أعرف كيف ألعب سكواد. في ستارت هنا زائد وشو هذا؟ ما أعرف درون ومدري وشو. هنا السكواد معليش. سكواد دو سولو. الحمد لله عرفت لها. ترى أول مرة ألعب سكواد. اللعبة اللي لعبته خلف الكواليس كان سولو ما هو سكواد. في صوت ركض أرعم طلعوا. يا ويلي الأيم. طبعا أنا لوجيتك اللي عندي 502 حاول أبطئها. والله حتى وأنا مبطئها ما في فايدة. سريع الأيم نفس ذيك المرة. شلاق هذا دروب فريم. طيب شلون التفت وراي؟ يا سلام ممتاز. تخبرونا واحد أول تعلمتها أحباية هو الماشي. أنت اختار أحباية والله الماشي واحدة منها. ركبنا الطيارة. يا سلام. ها انزل. والله ما أدري اللي نزل من يا رجال. دروب فريم. أنا عندي ألعاب أقوى من هذا يا رجل. ما يجيني دروب فريم ولا لا يعني إنها من اللعبة. هاو يا قهرهم. روح اسكن الشخصية كافو. روح اقهرهم يا حول اللي عارف يلتفت ورا. يا صعبها ما هي زي بوبجي. تعلم ابقوز. ايه ليه التفت ورا سريع؟ والله اني رايح عن هاللون ما ادري وش السالفه. درع ولا لا؟ اي والله درع. طيب مخزن خذه. دباب صح؟ رجل لا تقول. يلا يا ربوت يا ربي يكون بوت. اسمع ركب الدباب يشغل لي خطة تكتيكية الدكتيكية. لا ما يصلح والله اللاق هذا. لا صراحة يعني تراه ما هو يكب رسم خوي. سلام عليكم يا خوي. طيب ودي لوت رجال سلاح اي حاجة. هذا اخذ البيت كله. ناس يتذبحون. ان شاء الله انهم بوتات. بالله قل لي انهم بوتات. ودي ادعشه. ايوه خلاص امزح يا رجل. خبر جرب انا. والله لا سلاح ولا شيء يا اخي. لفته غبيه. بوت والله عظيم. كيف اختار سلاح؟ رقم واحد رقم اثنين. خطأ. لا تسألني وش السالفة. الله تذبح. طيب وشلون وش اضغط؟ وش اضغط؟ والله ماني فاهم شيء. وش اضغط؟ حتى وانا لعبها قبل بس وش اضغط؟ تاب. وش هذا؟ اغراضي وين من اغراضه؟ يا اخي غير السلاح يا اخي حط لي هذا. ما شاء الله. رقم خمسة وش يسوي؟ ما يسوي شيء. رقم واحد اي كي ام. طيب ودي افتح صندوق الرجل. اي بوت. والله اتوقع انه بوت لان انا ابوت منه مستحيل اني اذبحه. يا رجال لوته ما اعرف الوت.
ها كذا اللوت حسبه صندوق يفتح. وش ابدل وش اخلي والله ماني عارف. طيب شيل هذا شيل هذا يلا نجرب هذا. تعال وينكم؟ اين انتم؟ وش هذا يا عيال؟ اطخ هذه. اذا نزيل ببجي تجسس هي. يا رجل وش ايه الزبالة هذا يا اخي؟ اطفك. طيب يا رجال ما يطخ. A few moments later. والله ما اعرف ابندج ولا اعرف اسوي اي حاجة. وش هذا؟ شنطة. نهائيا ما اعرف شيء، لكن معليش تحملوني. انقز من جاي مدير. السلام عليكم يا رجل. مت يا رجل. ها 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 الا لازم يكون سيده عشان يموت. في صوت تكفى. افلص والله ما ادري وش ياخذ هذا. كيف جت؟ وش هذا؟ طيب استخدم هذه. الله على البوتات يا ابو ميديا. لا تقولون ان هذا دروب اللي نزل. ما ادري انا كاني شفت حاجه طاحت هنا. لا تقولون لي ان هذا انه دروب. خذها وامش. احمداني يا قليباتي لا تخليني. فطر ايت. طيب ها ايه ها يا طيب. سلام عليكم. اقو والله يا سهلة قبل دقيقة سهلة هيب. يا طيب تكفى تكفى. ليه كذا؟ ليه لا تقطعني يا رجل؟ لا تقطعني. بعرف لازم اتعلم. خروج صح؟ اوكي اسمع اخر جيم وباذن الله ان نشوف نحاول نضبطه. وش اسمه والله انا جازي ايه ما احس انه يروح تلقائي. ما هو وش اسمه انبوت ما هو صرت هاكر. ما هو زي ببجي جرافكس يا طيب. ما عندكم جرافكس انتم؟ لا تقول لي فيه بوتات نازله قبلي، لانه والله انه يقتلني. سلاح قبل بوتات. هذا ينفجر برميل، ودي اعرف بس البرميل هذا هو ينفجر ولا شو وضع. سكو خذه. لا تشاور هذا اللي حنا عرفنا سكار. طيب وش اللي معي هنا؟ هذا نعرفه ببجي طشه. وخذ لي هذا بداله. كيف تبدل بين ناس الحسريع انت والبوت لونين؟ ما يا عيال صوت سيارة. لا هذا صوت هذا وشو دروب والله وشو فري فاير. هاي والله ما وانا. الله يا الايم يا عيال. في ناس قمت الصق بالجدار. في واحد فوق يا طيب. هو فوق ينتظرني صح؟ ما ادري افتح لي سكوب ولا يرجع. انا شفته هنا فاني مهبو. ارحب الله. لا يا ابو ميديا معقوله يرجع؟ في شيء خطا بالموضوع. ايم هتلقائي كذا ولا شو وضع؟ لا مستحيل. BSS ما اعرف هذول ما ادري وش. اهم شيء نسلح هذا زين. يا ان سكار مجرم يا ان فيه شيء بالموضوع. لا
لا يا ابو ميجا معقولة؟ كم كل وانا كلها تربع كل اربع كل اربع كل كيف ما تيجي يا رجل؟ الله اني هاكر. خذ خذ بدل خذ راحتك. ها طلع صوت الانذار هناك. انا ما ادري وش الجيم اللي انا داخله، لا تسالوني بمره. زون ما فيه، ما ادري، ما اتوقع ما في زون. ايه وانا اللي مات هنا، هذا هو. بوت صح؟ كفو كفو. وش معك؟ وش معك اغراض؟ والله تحمست. وش مع هذا؟ انا وين نروح الحين؟ وين الزون؟ انا بالزون يا كمخه، بالزون. انت غاطسه تحت مقلشه، وش عندك انت؟ وش عندك؟ والله لا دخانيه ولا حط حاجه، وما ادري عندهم دخانيه ولا ما معه. همشي معنا سلاحي فت رقيبتنا هذه طال عمرك، وما هو لازم يعني سلاحي فلاني وفلاني. يا عيال في اشاره هناك، بالله اكتبوا لي بقى الكومنت وش الاشاره اللي حين اوريكم اياها هذه. هذا وشو؟ مو هذا اقصد الإشارة اللي وراه هذيك الإشارة الصفراء. اكتبوا لي اياها بالدقيقة الفلانية، هذه معناها كذا. ما ادري هل هي منطقة تزو. والله ما كفو معها اطلاق. اطلاق سكار. صوت صوت اطلاق، صوت اطلاق. خذ لي هذا. وينه؟ في صوت. الله يا ابو ميديا، الله سبع كل كيف كلهم بوتات. يبين بوت والله، والله لو انه يعرف يلعب. السلام عليكم. تكفى لا وش معك؟ وش معك انت؟ بسرعة خلص علي. والله غير اروح له. صوت ضرب هناك بخريطة. يطلع سام، يطلع سام شكله هو. طيب عالج نفسك يا مخه انت. الله هذا 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 يا رجل سلامات. اطلع عاد. ايمي كويك سكوب ما عندي. وين راح؟ دخل البيت هو. هذاك واحد ما ابغوك، ما ودي اقتله. ها صوت طياره ولا وش هذا؟ الناس تنزل دروبات وحالتك حاله. هاي 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 من اول طلقة يا رجل، تمدمج من الاول. وش السالفة؟ وش سالفتك انت؟ وش سالفتك؟ فهمني كيف. ثمانية كل، ثمانية كل. والله يا رجل كبوت ما شاء الله عليك، ما شاء الله. الزبدة انا ما ادري وش ده للسم جي هذا، ما ادري ما ادري. ما ابغى، ابغى هذول هذول. الله 148 طلقة، 100 وكم ما ادري كم، 139 الحين. ها 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 يا ويلي يا ويلي. ها ها يا اخي تكفى. الحمد لله، والله اني مت الا شيء بسيط. في صوت صوت صوت. لا 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 لا. واو يا دمي، واو يا دمي. تكفى 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 تكفى. افتح 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 لي معك بسرعة بسرعة. وش معك؟ وش معك؟ طش لي هذا، طش لي هذا، طش لي هذه. ما لها داعي، ما ابغاها انا، ما ابغاها انا. اسم لي ما يا اخي. صوت كنت والله العظيم انك تجيب الوجع. هات لي اي ار.
ما أبغى هذول ما أبغاهن. يا ساتر يا اللي معي. قلت أنت معك طلاق شات قلنا الحين معك طلاق شات كم فضلت لي يا رجل فضحت. وش اللي أنت خدت خلص؟ مستحيل في أحد وراي صح؟ أني بخرج زوج. عادي باردها أعصابي كل شيء ما في أي مشكلة. ها؟ الصوت اللي بجنبي وينه؟ كم بقى بالجيم؟ بقى أربعة. أنا 11 كل يا رجال، يا رجال فهموني، اكتبوا لي علموني وش السالفة. وش السالفة فهموا ماني فاهم شيء. هالحين شغلوا بيوت كمبرة صح ولا لا؟ ولا أنا غلطان؟ في هذا هذا واحد هذا واحد. أح أح. أنا 11 كل يا رجال، يا رجال فهموني، اكتبوا لي علموني شو السالفة. ما مع أهم شيء معنى سلاحي فت رقيبتنا هذه طال عمرك. لا يا أبو ميدو معقولة؟ كم كل وأنا كلها تربى كل أربعة كل كيف؟ ما تجي يا رجل. رجع هذا لاعب مهبوطي اللون. إيه هذا اللاعب، هذا اللي يجل الجلد. الله. الله عليك، بس ما ادري وش انه. اكتبولي اكتبولي كل شيء رمزوا عليه بدقيقة وقولوا هذا اللي كذا، هذا اللي يفهم اللي بده يتعب روح اللي يتعب روح. كفينا اللايك. يا كثرة النقاط الحمر اللي عندي، شروال فنيلة وشو هذا؟ الله والله ما هو لي هذا، هذا لبسي والله شو وضع. ها اوبي الله درون تغير لبسي، لبسي تغير كفو الله كفو. يا عيال بعدين افتشهن، خلونا نرجع سالفاتنا حنا هذه. والى هنا وصلنا نهايه الحلقه. مثل ما شفتوا يعني فري فاير، معليش مستر مايك، كالعاده فري فاير والله انها كويسه صراحه، انها زينه وممكن حنا نلعبها ونسوي عنها فيديوهات فيما بعد. يعطيك العافيه اللي كتبت بالتعليقات على فري فاير. نشوفكم بحلقات القادمه. لايك شير سبسكرايب، حفزنا ممكن اجيب كل اعداء اللعبه. 11 كل يا رجل غريبه والله العظيم غريبه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. شوفكم بحلقات قادمه. السلام عليكم.